طيب قررنا ان احنا نعمل خير وناخد بسر وبركة وانوار كلمات الله تعالى النهاردة، فسقى لهما وقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خلاص فعل الخير مرتبط باسرار وانوار هذه الكلمات. طب اعمل ايه؟ ايه الشروط اللي المفروض ان انا اتبعها وانا بعمل خير؟ وايه هو الخير، افضل خير انا ممكن اعمله؟ الاول خلينا نتكلم في الشروط عشان بعدين لما نعمل الخير نبقى عارفين احنا هنعمله ازاي. اول حاجه ان تعجل بالخير وبالمعروف. ده جبناه منين؟ جبناه من سيدنا موسى لما كانت عنده ظروف صعبه جدا وشاف البنتين محتاجين ان هم يتساعدوا، ما ترددش لحظه وما وقفش وما قالش هعمل او مش هعمل، خد القرار ومباشره راح ساعدهم. فسقى، والفاء هنا تفيد التعقيب والسرعه، فسقى لهما. يعني انت لو نويت انك تفك كرب مديون مثلا بشره، لو نويت انك تعمل خير تساعد حد، تعمل اي عمل خير، عجل بالخير ولا تتردد فيه. دي نصيحتي النهارده لكل واحد عاوز يعمل خير. الحاجه الثانيه، خلي الخير اللي انت بتعمله مستور عن اعين الناس. يعني ما تعرفش حد انك هتساعد فلان او هتفك كرب فلان او اي حاجه انت هتعملها، مش لازم تعرف حد انت هتعملها ليه. ما استطعت، يعني على قد ما تقدر انك بتعمل خير، ما تعرفش حد، لانه ده ادعى الى القبول عند الله سبحانه وتعالى. يوم القيامه هتسعر النار بثلاثه، يعني اول ثلاثه هتسعر بيهم النار هم عالم ومنفق وشهيد، كانوا بيعملوا الاعمال بتاعتهم رياء وسمعه والعياذ بالله. الحاجه الثالثه، يبقى احنا قلنا اول حاجه انك تعجل، تاني حاجه انك تجعله مستور، تالت حاجه انك تخلي المعروف في اهله وفي غير اهله. المعروف في اهله وفي غير اهله، يعني ما تفكرش هو اللي انا بعمل له الخير ده يستحق ان انا اعمل له ده ولا لا. ربنا نزل قران لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، علمه الحته دي، اعمل المعروف وما تسالش هو ده اهله ولا مش اهله، انت بتعمل المعروف لله سبحانه وتعالى. قال له ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يرتبط بها إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ الآية دي لها قصة يمكن كلنا عارفينها، بس خلينا نقولها بسرعة. سيدنا أبو بكر كان ليه قريب ابن خالته اسمه مصطح ابن أثاثة. الراجل ده من الناس اللي اتكلمت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برغم أنه كان من الفقراء، فقراء المهاجرين، وكان سيدنا أبو بكر بينفق عليه لأنه محتاج. فلما حدثت حادثة الإفك عرف سيدنا أبو بكر أن مصطح من الناس اللي تكلموا على السيدة عائشة اللي ربنا برأها في سورة النور وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهو بيتكلم على بنته وهو بيحسن إليه. تخيلوا، ده أهل للمعروف. احنا دايما بيقولك اتقي شر من أحسنت إليه، القرآن يقولك أهو خلي بالك ما تفكرش. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ما تترددوش وما تبخلوش وما تحدثوش نفسكم كتير وما تقلقوش، لأن ده مش هيروح بعيد، ده هيفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنزل الله في ذلك قرآن على سيدنا أبو بكر يقول له ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يقوم سيدنا أبو بكر يقول لربنا على طول والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح مرة تانية بعد ما كان منع أنه يديله خير أو يعمل معاه معروف، رجع يعطيه مرة تانية ونزع ما كان في قلبه. يبقى وانت رايح تعمل المعروف عجل بيه، وإوعى تكلم بيه الناس كلهم وتقول لهم أنا هعمل خير، ولا تحدث بيه نفسك بعد كده وتقول يا سلام أنا عملت، انسى ده. وإوعى تكلم نفسك وتقول أنه فلان ده أهل للخير فحساعده، أو فلان مش أهل للخير فمش حساعده. خليك دايما مع ربنا سبحانه وتعالى واصنع الخير مهما كان هذا الخير صغيرا وما تترددش. سيدنا موسى عمل حاجة بسيطة خالص، ولكن هي في النهاية بقيت خالدة إلى يوم القيامة. دي شروط الخير للي حابب يعمل خير.